أو تركنا مع التيكلوما دي بتفرق
اسمها كونتاكت ساين، ودي اكتر في حالات التي بي عن السيرفيكال. ممكن الشكل التاني بتاع سترومال كولايتس بيبقى فيه ديفيوز كولايدر تكنيك موجود في مالتي بوكيتس اوف سبريتنال فلويد وكاسيلري لاير اتاتشمنت. دي احنا حطيناه تبع الكولايدر جرانيلومز، لان في تي اتش ده برضه من الحاجات اللي فيها جرانيلومز بتبقى واخده فبيبقى فيها ديفيوز كولايدر، يعني كولايدر جرانيلومز فيها فيري ديفيوز لارج بلد اولموست كل الكولايدر. تمام، فانا بقدر ان انا اشوفها على الاو سي تي انجيو، والاو سي تي انجيو هنا بيبقى فيه بلوك يعني سيجنال مش اسكيميا في حالات اللي بتسمى بلاك ايريز. وبقدر كمان اتابع بيها العيان عشان في الفولو اب بتاعه بشوف هو ريسبوندنج للتريتمنت بتاعي ولا لا. دي في الاسترومال كولايد وما تعتبرش ستيم. برضو عيانين البي كي اتش من الحاجات اللي احنا مش كل شويه هنقدر نعملهم في الرسوم فيها الاي دي اي اس دي واكس سطر وير كولايد تيكنس بيفرق معايا قوي هو ريسبوندنج للتريتمنت بتاعي وان هو بيفرق ولا لا. كوري كابيلايتس او وايت دوت سندروم، دي عندي بيشنت عندها مالتيبل يلوش ليجنز وفيها فوبيال جرانيلايتي. لما عملت الاو سي تي على الليجن دي لقيت ان في مالتيبل ديسربشن للاليبزايد زون والاكسترنال لامينج والبيل، وكان في هايبر ريفلكتيف ليجن موجوده تحت الاوتر نيوكليير لاير. عملت الاو سي تي انجن ما لقيتش اي ستيميك اريز، وكان الاون فاس بتاعي مبين الهايبر ريفلكتيف دوتس دي، فقدرت اقول ان دي وايت دوت سندروم. على عكس البيشنت تاني اللي جاي لي مالتيبل مور دي يلوش بلاكايت ليجنز، عملت الاو سي تي بتاعي لقيت ان هو عنده سيبريشن من هنا سيجمنت اوتر سيجمنت مع الار بي اي، وفي مينيمال سبريتنا فلويد ومايكرو ريفلكتيفيتي للاوتر نيوكليير لاير. لما عملت الاو سي تي انجيو لقيت ان في ريل سكيميا موجوده في الكوريا كابيلاريس، فانا كده قدرت اقول ان ده امبي. و بتابع برضه الانتي في الاسكيميا في الاو سي تي انجيو انها بتسكون للتريتمنت بتاعي ولا لا. طبعا الاو سي تي انجيو هو الجولد ستاندرد في اي انتباتري سيولين بي، لان في الرسوم لما باجي اعمله في حالات المالتي فوكال كولاجايتس بالذات لما يسكن اكتف هلاقي ان في ليكج من بورت، انا مش هقدر احدد ده ليكج من اكتف كولايتر ليجن ولا ده لي ليكج من الرسوم من السيولين بي. فالاو سي تي انجيو بيحددها واضحه جدا، وبيبقى مهم قوي في الحالات اللي هي بيبقى فيها سسبشن هو ده اكل سي ان ولا لا، ان انا ابص على الكروس سكشنال بي سكان بشوف البلاد فلو، وده بيحدد لي قوي هي دي كورايدر ليجن ولا البلاد فلو اللي موجود فيها ده سي ان بي. اخر حاجه في الفاسكلايتس، العيانين الكلوز الفاسكلايتس بالذات مهم قوي ان انا اشوف الاي سي تي بتاعهم، اشوف هل في تيننج واتروفي في الماده الريتنال لاير او في كل الريتنال لايرز مع فوبيا تيننج فوتوسيبتال ديسربشن، اللي ده بيفرق في البروموس بتاعنا جامد قوي ان انا ازود التريتمنت بتاعي وان انا بدل لي نيه الماكيلر في الخوفيه فاسكليتشر افضل بالاو سي تي انجل. مهم قوي وانا رايح اطلب الانفستيجيشن محدد لكل بيشنت، مش ان انا برمي ماي اكت في البحر وتطلع من ده. Thank you so much, Dr. Noor, for this very nice presentation. دلوقتي معانا الدكتورة نانسي زكريا من جامعة اسكندرية، هتكلمنا عن الفندس فور سين انجيوجرافي يوزز في اليوكيلا.